مصطفى واسمعني، احنا مش عايزين البنت تضيع مننا، كفايه لحد كده. اتكلمي ارجوكي. ساميه كانت مع كمال. كمال اتجوزوا هنا في اسكندريه. مش ممكن ساميه تتجوز من ورايا بنت مصطفى سالم؟ ممكن تعمل كده؟ مش ده المهم دلوقتي يا مصطفى، اهدى وخلينا نتكلم بالعقل. عقل؟ هو انا عاد في عقل؟ بنتي تخرج عن طوعي هنا وتفضحني قدام الناس؟ ده يبقى اخر يوم في عمرها. بابا بابا رايح فين يا بابا؟ هتعمل ايه؟ رايح فين يا بابا؟ انا هقتلها، هقتلهم هما الاثنين. تعال هنا يا مصطفى، اغزي الشيطان. لما انت خايف من فضيحه، كنت فين من زمان؟ قصدك ايه؟ انت عارف قصدي كويس. المهم دلوقتي الغلط ما يتصلحش بغلط تاني. يعني عايزاني اروح لها لغايه عندها واطبطب عليها واقول لها مبروك؟ مش ممكن. عايزك تلم المساله يا مصطفى، اللي حصل حصل واحنا اولاد النهارده. مش ممكن بنت مفعوصه زي دي تعصى كلامي وتصغرني قدام الناس، مش ممكن. ايه اللي حصل؟ هي كلمه واحده هقولها لك، البنت استنجدت بيا وانا وعدتها ان انت مش هتاذيها، لو صغرتني قدامها لا انت اخويا ولا انا اعرفك. يلا بينا. اتفضل يا عم. عمتي اتأخرت قوي. انتي قلقانة كده ليه؟ زمانها جاي. اهي جت. يلا على السلامة يا ست هانم. لا مصطفى معلش يا عم. تعال يا بنت. اهلا اهلا شكل العريس. كان في صحة برضه تدينا خبر ان احنا عملنا لك ليلة عظيمة ولا ايه؟ يا عم انا اسف، احنا اضطرينا نعمل كده لان اضطريت. لا معلش يا عم، اوعى سيبني. معلش يا عم هد بس اعصابك. اتفضل انت اقعد يا عم السرايه. تعال يا اخي تعال. ايه اللي انت عملته ده يا جمال؟ انتوا اتجوزتوا بطريقة غلط ومن غير علمنا. اذا كنت بتحب سامية صحيح ويهمك مصلحتها يبقى لازم تسيبها، طلقها. انت بتقول ايه؟ سامية مراتي وهتفضل مراتي، محدش من حقه انه يجبرني اني اطلقها. وانا بنتي متتجوزش في السر، هتطلقها ورجلك فوق رقبتك ودلوقتي حالا، مفهوم؟ انا اسف يا مصطفى بيه، انت تقدر تتحكم في موظفين وعمال محلاتك زي ما انت عايز، لكن مش ممكن ابدا تتحكم في مصير اتنين بيحبوا بعض ومتجوزين. يرضيك ان لو ليك اخت زي ساميه انها تتجوز بطريقه دي من غير فرح ولا معازيم ولا كوشك زي ما تكون عامله عامله؟ كان كل ده ممكن يحصل. مصطفى بيه هو اللي اجبرني على كده، طردني واهاني. انا بعمل لمصلحتك ومصلحتي، انا لسه تلميذ وهي كمان. لو كنت استنيت كام شهر لغايه ما تاخد رصاصه وتقدمت لي انا كنت وافقت يا ابني على طول. اللي حصل بقى المهم ان انا وساميه متجوزين وبنحب بعض وسعدة مع بعض. وانا فكرتوش فيا؟ اسمي سمعتي؟ انا طول عمري اسمي زي الجنيه الدهب. عشان تجيبها لها وتقل قيمتي
كمان يا ابني. لو طلقتها دلوقتي هجوزها لك بعد شهرين بالظبط. يعني ايه؟ ايه الكلام الغريب ده؟ انا مش فاهم حاجة. لا كلام غريب ولا حاجة. حاول تفهم يا اخي. انت دلوقتي تطلعها، وبعد ما تخلصوا ان شاء الله المذاكرة تتقدم لها رسمي. ساعتها مصطفى بيه هيوافق، مش كده يا مصطفى بيه؟ بالظبط. ساعتها ديك تحط ايدك في ايدي وتشرفني انت ووالدك ووالدتك في البيت. هعزم الناس كلها واعمل لكم فرح ما اتعملش في البلد، صدقني يا ابني. خلاص بقى اسمع الكلام يا كمال، ما تبقاش متخلف. الله، متخلف؟ لو مصطفى بيه رضي عنك يبقى خلاص كل حاجه خلاص ماشي. اسالني انا. مصطفى. ايوه. الكلام اللي انت بتقوله ده هتنفذه؟ طبعا طبعا، ده مجرد طلاق مؤقت. ارجوك تكلميه، انت ليك تاثير كبير جدا عليه. توعد يا مصطفى انك مش هترجع في كلامك؟ اوعدك وغلاوتك عندي. سامية لكمال. وعد الحر دين عليه. عارف لو رجعت في كلامك بيتك ده طول عمري طول ما انا عايشة مش هعتبه. خلاص يا كمال يا ابني، عمك وعدني وانا مسؤولة قدامك دلوقتي. كلها كم شهر وترجعوا لبعض، وانا اللي هعمل لكم يا سيدي الفرح وحزفكم. تحت امرك حضرتك زي والدتي، وانا واثق انك مش ممكن تضحك عليا. طيب يا كمال يلا روح هات المأذون يا ابني. لا يا كمال، مش ممكن تطلعني، مش ممكن. امشي قول جوا. سامية 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 أرجوكي خش جوا دلوقتي. مش ممكن مش ممكن. أرجوكي يا سامية تعالي. روح روح يا كمال، روح يا ابني هات المأذون. انت انسان عظيم.
وحشتني قوي. مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك يا حبيبتي. الف مبروك يا حبيبي. يا اختي كلك شباب بقى، بالذمه اللي يشوفك يقول عندك ولاد وبتتجوز. انا ما صدقش. اهو فاضل ساميه وحماده ونبقى ادينا رساله. طب ورسالتنا احنا يا مصطفى امتى بقى؟ صار. اختي عارفه انك ما بتحبش السيره دي، افتح الباب احسن. اهلا. اهلا حضرتك سعيد مدام. يا اهلا يا مصطفى بيه. اهلا وسهلا. يا اهلا يا استاذ فاضل. اتفضل. اتفضل يا استاذ. اتفضل استاذ يوسف. اتفضل. ها تبتدي بقى تقرا لنا يا استاذ يوسف؟ يلا. خلص كل حاجه. خلص. انا وراه كلمه كلمه، موقف موقف، سيتويشن بسيتويشن. اهلا اهلا. طيب يا سيدي اقرا لنا الدرر اللي انت كاتبها. تتوالى الأسماء على الشاشة واسم الشركة المنتجة. نقدم بحبك يا أحمد من تأليفي. المشهد الأول داخلي ليل، فيفي مرتدية قميص نومها الأحمر العاري، تقترب في إغراء من أحمد، تلقي بنفسها في احضانه، تمطره بقبلاتها الساخنه مردده بحبك 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 يا احمد. وهنا يحتويها احمد بين ذراعيه في قوه، ويغيب معها في قبله طويله طويله محمومه. استنى عندك يا استاذ، الكلام الفارغ اللي عمال تقوله ده ايه يا مصطفى؟ بس في ايه؟ سمعها بيقول ايه؟ احضان وقبلات انا لا يمكن اسمح بالكلام الفارغ ده ابدا. الله يا مصطفى ايه بس دوري كده؟ ده تمثيل. تمثيل يا مصطفى. تمثيل مش تمثيل، انا مش موافق. بعدين هو شغل السينما كده يا مصطفى؟ هنعمل ايه؟ هنغيره؟ يبقى بطله وخلينا في الجزم احسن. معلش يا استاذ كمل كمل. معلش كمل انت. باب الحجرة يفتح فجأة يظهر الأستاذ محرز يتسمسر في يتمسمر في مكانه مذهولا. يردد بقوة في ثورة عارمة. لا خينة خينة سفلة سفلة. لا يا أستاذ اعمل معروف، اشطب لنا سفلة وخينة دي. انا عايزه اطلع مظلومه وضحيه، مش مجرد ست خطفت رجاله. لا انا عايزه الناس تحباني، مش كده ولا ايه؟ لا لا انا بدي اقول ان التداخل الموضوعي في السيكولوجي بتاع البناء الدرامي بيؤدي ان الخيانه في النهايه اسمع اللي بقول لك عليه يا استاذ يوسف، انا دافع لك اجر كبير ومش عايز اخسر. تصدق ان انا في خبطه واحده كسبت 100,000 جنيه. خبطه ايه؟ صدرت 20,000 جوز جزم. وبعدين احنا عايزين نتعاون مع بعض على طول. ده انا كلمت صحفيين كتير جدا علشان يحضروا اول يوم تصوير، قال انه يعمل بروباجندا كبيره قوي. شد حيلكوا بقى معانا يا جماعه. طيب استاذن انا بقى. الله ما لسه بدري يا مصطفى. انت عارف انا ساب المعازيم كلهم لوحده. فرصه سعيده يا مصطفى بيه. يا حبيبي شكرا. مصطفى. ايوه يا حبيبتي. انا محتاجه 3000 جنيه. 3000؟ ليه؟ ما مصاريف للفيلم بقى يا حبي، ما انت عارف بقى. طيب طيب بكره هستنى. ما تنساش دفتر الشيكات مش معايا. صباح على خير. وانت من اهل الخير يا روحي، مع السلامه. هاني هاني. قوم بقى اتاخرت على الشغل. الشغل ايه بس؟ سيبينا بقى. وبعدين في الكسل ده بقى. يلا يا هاني قوم. انت عايز اللي يفيدوك؟ يا ريت يا ريت. ما هي الحكومة ما عادتش نافعة. انا بفكر اني استقيل. طب وبعدين؟ ما فيش احسن من الاعمال الحر.
انا مستعد اسيب الشغل بكره لو باباك يوافق ان اشرف على محلاته. هاني خليك في تخصصك، انت ما درستش 5 سنين في كليه الهندسه عشان تيجي تشتغل في الجزم. المهم الفلوس، الاقي معاكي 10 جنيه. 10 جنيه؟ انت مش لسه واخد مني امبارح 15 جنيه هاني؟ وديتهم فين؟ يعني هوديهم فين؟ هسكر بيهم؟ ما انت عارفه مرتب الحكومه ما بيكفيش الا يومين. ايوه يا هاني بس احنا بناكل وبنشرب هنا. طيب خلاص خلاص. طب انا اسف، انا قصدي يعني خلاص. طب لحظه واحده يا هاني، خد نفيسه. نعم. الشاي والكيك بسرعة. حاضر. المفاجئ قبل بدلة. لا لسه. مستنية ايه؟ امشي راحتيها بسرعة. حاضر. الشغالة دي مفيش حد عارف شغالة ولا ايه؟ حاجة غريبة. الو. يا محمود. مين قال لك تعمل كده؟ اديله الفلوس وخد البضاعة. اتصرف. وانا جاي حالا. مش مربى ليه يا عم؟ انتي ما عندكيش محاضرات النهارده في الكليه، طب تبقى رايحه فين؟ وانت مالك؟ وانا مالي ازاي؟ هاني مالكش دعوه بيه. ايه؟ انا هنا المسؤول. خليك في حالك يا هاني. ترى يا حماده انا هنا تطور ولا ايه؟ سيادتك واصي عليها بقى ولا ايه؟ حماده انا عمي قال لي خلي بالك منها. بقول لك خليك في حالك ومالكش دعوه بيها، فاهم؟ ايه بس الحكايه؟ ايه يا اولاد؟ مالكم؟ جرى ايه؟ حضرته نسي نفسه هيتحكم فينا كده يا حماده. طيب طيب انا الحق عليا. عموما لما يجي بابا انا هعرف اتصرف معاه. مدموزيل ساميه اتفضلي. الصدفة الهايلة دي، ازيك؟ الله يسلمك يا عم. وإيه أخبار الدراسة؟ الحمد لله. ما بتجيش النادي ليه؟ ناني بتسأل عليكي. هي أخبارها إيه؟ هي وسعيد يا ستي ما بيسيبوش بعض. فرسان جداد بقى. عقبالك. قولي لي يا سامية، بتحبي تستعملي برفان إيه؟ مفيش نوع معين. اتفضلي. إيه ده؟ جربي البرفان ده. أحدث نوع جبته معايا من باريس. هدية بسيطة. ميرسي قوي يا عم. على فكرة انت بتكبريني قوي بكلمة يا عم دي. من فضلك نزلني هنا. الباشمهندس سعيد مصطفى يجي لي حالا. صباح الخير يا فندم. اهلا يا باشمهندس، اتفضل. سيجارة؟ متشكر يا عم. ها؟ مبسوط في الوظيفة الجديدة؟ جدا يا عمي. ده أنا من أول ما تعينت في الشركة وأنا حاسس إن أنا اتولدت من جديد. كده؟ طب يا سيدي استعد بقى عشان تسمع المفاجأة الجديدة. خير يا عمي. من النهاردة هتبقى رئيس قسم الإنشاءات. وبمكافأة توازي ضعف مرتبك. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا عمي. أنا كل اللي يهمني سعادتك أنت وناني. أنا ليا مين غيركم؟ ولو إن من يوم ما اتجوزتهم البيت فضي عليا. ربنا يخليك لينا يا عمي. على فكرة أنا قابلت سامية وهي خارجة من الجامعة النهاردة. وكانت مصادفة لطيفة أوي. تعرف إن أنا معجب بيها.
قصدي معجب بذكائك. لما تتخرج انا وشركتي تحت امرها. الف روميو مرة واحدة؟ مش معقول يا نانا، ده لسه جايب لها خاتم سوليتير. الفص الالماس وزنه 8 قراريط. اكيد بيحبها قوي. طيب يا نانا اوكي، هنيجي الساعة 9 كده. باي باي. نانا عزمانة النهاردة يا سعيد. غمضي عينيكي. ليه؟ غمضي عينيكي بس الاول. من غير ما غمض وريني. ايه رايك؟ ايه ده يا سعيد؟ ده بلدي قوي. مفيش فايده، عمرك ما هتفهم ذوقي. ده احدث موديل، انت عارفه ده ثمنه كام؟ كام؟ 500 جنيه. ياه كتير؟ طبعا كتير. مش عاجبني. يعني ايه؟ يعني ترجعه. طب شوفي عليك الاول وبعدين احكمي. يوه قلتلك يا سعيد مش عاجبني يعني مش عاجبني. وطن كل حاجة، وطن كل المشاكل. أهلا 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 وسهلا. ما إني يا مصطفى بيه، ما إني أنا هقلب لك الفيلم في 15 يوم. في ناس غيري بيعملوه في 6 أشهر، في سنة، في سنة ونص، في مخرج بيتوفى بيكملوه بعدين يدينا طول العمر ربنا إن شاء الله. إنما أنا هقلب لك كل المسائل بسرعة. وأهم حاجة عندي في كل ده الميزانية. أنا هقصولها لك. خلص طبعا عليك. الحمد لله أنا مش مغرور، أنا مش باللي بيسموا نفسه. في ناس بتسمي نفسها مخرج الفواقع، مخرج القواقع. أنا متواضع جدا. أهم حاجة عندي المعايشة الشخصية مع الخط الدرامي. هو إذا مشيوا مع بعض إحنا كسرنا الدنيا. إحنا مش مغرورين يا أستاذ مصطفى. والفنانة الكبيرة وصال، إزاي بدأتي طريقك الفني؟ في الحقيقة أنا نشأت في بيئة محافظة جدا، كنا ساكنين في المعادي. أنا من صغري وأنا بحب التمثيل قوي قوي، كنت دايما بشترك في حفلات المدرسة. وأول فرصة؟ أول فرصة كانت لما كبرت، شافني الأستاذ طلبة المخرج، عرض عليا أمثل فيلم من إخراجه. طرت من الفرح طبعا، مش مصدقة نفسي. بس بابي بقى ايه هو اللي رفض طبعا. اتجننت، هديته بالانتحار على طول. اضطر في الاخر بقى طبعا يوافق، هيعمل ايه؟ ومن يوميها وانا بمثل. اعرفك مصطفى بيه منتج الفيلم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ومصطفى بيه دي اول تجربه في الانتاج في السيما؟ انما انا راجل في السوق من زمان وعندي متاجر ومحلات و مصطفى بيه انت يعني ده عنده شركات ضخمه جدا للانتاج، ويعني هو يقصد يقول ان ده اول فيلم يعني استعراضي ملون يتعامل، يعني يقصد يقول كده. مش كده يا مصطفى؟ طبعا. سكوت. جاهزين؟ ادي. غير لي كل طراز الفيلا دي من ستيل لمودرن، كفايه كلاسيك بقى. وافتح لي مدخل هنا على الجنين. بالنسبه للكهرباء عايز اضاءه غير مباشره. اهلا يا نور. الا باشمهندس رفع. اهلا وسهلا يا فندم. كنا بس بنعمل شويه تغييرات كده في الفيلا. تغييرات ايه؟ شويه تجديدات يعني هنا كده في الفيلا. بابا يعرف يهني؟ ما انا عارف مفيش اي حاجه يعني. بس الله. خدت بالك يا باشمهندس رفع؟ بالنسبة للجدران مدام هنغير في التصميم يبقى كل شيء يتغير، الأرضية مع الأساس مع الجدران. مظبوط صح. بالنسبة للجدران بقى أنا عايزك تشيل كل دهانات الزيت دي وتعملها لي ورق فينيل من اللي بتغسل ده. ممكن. طب بس بسرعة لو سمحت. وتجيب لي بقى المقايسة بقى بسرعة والشكل الجديد للفيلا لو سمحت. إن شاء الله. إن شاء الله أسبوع المقايسة هتفرق. أسبوع كتير قوي. ان شاء الله احاول قبل كده. اول نبره لو سمحت. باذن الله. طيب. السلام عليكم. اشكرك. السلام عليكم. مع السلامه. السلام يا باشمهندس. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت دايما تبوظي كل مفاجاه عاملها نورة ولا ايه؟ مفاجاه ايه بس يا هاني؟ مش معقول كده. انت مش واخده بالك، تعالي بس افهمك كل حاجه. اوعى كده. بالنسبه للفيلا هنا انا اصلا كنت ناوي افاجئك بالتجديدات اللي عاوز اعملها في الفيلا. تجديدات؟ استاذنت مين في التجديدات دي؟ جرايا نورة. هو انا غريب؟ لا مش غريب، بس المفروض ان ده مش بيتنا. يعني ايه؟ يعني بابا هو اللي يقدر يعمل التجديدات دي او ما يعملهاش، لان هو اللي هيدفع، مش كده؟ انا اسف، انا كنت فاكر انك هتفرحي لان عاوز اخلي المكان اللي احنا عايزين نعيش فيه ده جنه. لكن يظهر انك بتعقدي كل حاجه. على اذنك. ايوه انت كيسه، يلا كملي بقيه الحاجه اللي وراكي بسرعه. عينيا حضرتك. مش معقوله يا طنط،
نورا بقى تعصبها تعبان قوي اليومين دول. ايه بس كفالة الشر. يلا يا ثانية، يلا يا نورا، الغدا جاهز. مالك يا حماده؟ قريت مؤخر الاخبار. اخبار ايه؟ وصال حمدي في اول بطوله مطلقه لها في السينما. مصطفى سالم المنتج يؤكد ان وصال ستصبح نجمه الشاشه الاولى ولسنوات طويله بعد هذا الفيلم الاستعراضي الضخم. مش معقول، وريني كده. صاروخ موجه. صال حمدي تصرح لولا ايمان المنتج الجديد مصطفى سالم بمواهبي لتردد في اعطاء الفرصه. هذا والفيلم تزيد تكاليفه عن 100,000 جنيه. 100,000 جنيه. معلم. ايه بتبصولي كده ليه؟ الكلام اللي موجود في المجلة ده مظبوط يا مصطفى؟ كلام ايه؟ وايه الغريب في كده؟ انتوا من امتى تدخلوا في شغلي؟ احنا مالنا ومال السينما يا مصطفى؟ اهو كله تجارة يا ستي. السينما مش تجارة. قصدك ايه؟ المنتج لازم يكون راجل سينمائي ودارس. صاحب محلات. انت جاي تديني درس ولا ايه؟ انا مش عايز حد يدخل في شغلي ابدا، مفهوم؟ يا بابا حمادة قصدي يقول ان دي مش مهنتي. وهي المهم المكسب. والله يا عمي خير ما عمل. مبروك يا عمي، الف مبروك يا عمي. عموما انا تحت امرك في اي مساعده. انا مستعد اساهم بمجهود، مستعد اشتغل مدير حسابات، مدير مناظر، مدير تصوير، مدير اي حاجه. قلت ايه حضرتك؟ بس دي مش شغلتك يا مصطفى. مالنا احنا ومال السينما؟ اللي دلك على السكه دي بيضحك عليك. سعاد انا حر، مش عايز تاني مرة كلام في الموضوع ده أبدا، مفهوم؟ خد. أهلاً 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 أهلاً. إيه المفاجآت اللطيفة دي يا زهدي بيه؟ إزيك يا مصطفى بيه؟ الحمد لله، اتفضل. أنا قهوة؟ قلت أجي أشرب معاك قهوة. يا ولد فنجانين قهوة من فضلك. سيجار؟ شكل أوي. وازاي الاولاد؟ الحمد لله. وحضرة المحامية كويسة؟ هو صحيح بقى اللي ما عدناش نشوفه ابدا، ظهر انك اخدته مننا زهدي بيه. ما دي يومينهم يا مصطفى بيه. ما تتصورش قد ايه انا حاسس بالوحدة بعد ناني ما اتجوزت. ناني كانت مالية عليا الدنيا. دي سنة الحياة يا زهدي بيه. ايوه بس ناني كانت بالنسبة لي حاجة تانية، وعشان كده أنا حاسس بالوحدة. تبقى أكيد عايز تتجوز يا زهدي بيه. والله أنا بفكر في كده فعلا، وعشان كده أنا جيت لك. مش فاهم. أنا يهمني إن علاقتنا ببعض تستمر أكتر. أنا يشرفني أطلب إيد سامية. سامية؟ سامية مين؟ سامية بنتك، إلا إذا كنا مش قد المقام يعني. يا زهدي بيه بس يعني. بس إيه؟ يعني أنت شايف إن سامية لسه صغيرة وانت يعني. يا مصطفى بيه طلباتك وطلبات ساميه كلها مجابه. معلش معلش، بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. وبعدين ليه؟ خير البر عاجله. معلش خليها لبعدين، انا حابب ارد عليك. طيب انا هستنى منك تليفون. وهو كذلك. مع السلامه. الله يسلمك. جمال. سامية.
وحشاني يا سامي، وحشاني قوي سامي. انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه، الظروف كانت اقوى مننا. والدك اجبرني على الطلاق، لكن ده مش معناه ان انا اتخليت عنه. متصورش الايام اللي فاتت عدت عليا ازاي. معلش يا حبيبتي، ليها كام شهر ونتخرج، وساعتها مفيش اي قوة في العالم هتقدر تبعدنا عن بعض. وانا مستنياك يا جمال، اللي بينا اقوى من مجرد ورقة وعقد وشهود ومأذون. حبيبتي يا سامية. سامية مال؟ شفتها النهاردة مع كمال الصبح. مع كمال؟ فين؟ في الكلية، كانوا قاعدين جنب بعض في الكافتيريا. أنا شفتهم من بعيد لبعيد بس ما خليتهمش يحسوا بيا. أنا أول ما شفت كده قلت من باب الأمانة واحترام لكلمتي قدام سيادتك أجي أقول لحضرتك، لأني زي ما سيادتك عارف إن أنا بحبك وبعتبر سامية زي اختي بالظبط. تعال فوت على سعيد ونروح البيت على طول. تحت امرك يا عم. يلا اتفضل. يا عم طول بالك، حصل خير؟ مش معقول كده. فين سامي؟ في ايه يا مصطفى؟ بابا انت ايه؟ مستقبليني؟ بتقابلي كمال بتاعك ده من ورايا؟ انا مش حذرتك قبل كده؟ انت عايزه ايه؟ تنقطيني يا اخويا بعد الشهر ده، سيبها بقى. معلش يا عمي. خلاص بعد كده مفيش جامعه، مفيش خروج من البيت خالص. انا هعرف اربيك ازاي يا مجيبه. هدي نفسك يا عم، صحتك بالدنيا. بنتي دي لازم تتلم بسرعه. انا سعيد. سلام مصطفى. في ايه بس؟ زهد بيه طلبتها مني وانا وافقت. زهد بيه؟ زهد بيه مين؟ مش عارف يا زهد بيه بقى مين؟ انت بتتكلم ازاي؟ مش ممكن. وايه اللي مش ممكن ده؟ حرام عليك يا مصطفى، ده قدك في السن. بنتي لازم تتلم بسرعه في ميد ربنا، اللي حكيتها مع الولد كمان ده عدت من غير فضايح. حرام عليك، حرام عليك يا مصطفى. ايه الحق عليا اللي بتكلم معاكي؟ انا خلاص وافقت ومش ممكن ارجع في كلامي. بابا اللي سمعته ده صحيح؟ اتعرضت في مذكرتك، اطلع. لا انا لازم اتكلم مع حضرتك. تتكلم معاه في ايه؟ انت مالك ومال الموضوع ده؟ ازاي توافق على جوازه زي دي؟ انت سيادتك بتحاكمني ولا ايه؟ سمعت راي ساميه؟ هو ماله زهدي بيه؟ انت بقى مجنونه لو رفضته. عندك حق يا باشمهندس سعيد، انا شخصيا مش شايف اي سبب للرفض. ده وراكم على حد غير البعوض، دوركم على حد غير البعوض، فاهمين؟ خلاص يا بنت، انا مش ممكن اعيش في البيت ده دقيقه واحده بعد كده. البيت ده واقع من زمان، من زمان قوي، وحضرتك السبب. في 60 داهيه على الجزمه القديمه. الو زهري بيه، انا مصطفى زهري بيه. الف مبروك، انا وافقت.